عشنا مع بعض مطلق عملية تصدير نهار اليوم 7000 طن إن شاء الله من مادة كليكر وهي مادة مصنعة على الأسماء في اتجاه بلد أوروبي وستطلعوا عملية أخرى بهدف تحقيق مقصد يقدر ب 40,000 طن لأن عمال المصنع وإدارته سنة 2023 لرفع التحدي والوصول إلى صف 200,000 طن بسنة 2023. التوجه تاعنا اليوم هو دليل على دعم المطلق للسلطات المحلية للمنتج الوطني ومرافقة به لأجل اقتطاع حصة من السوق الدولي بالأساس.